شنو احساسك؟ احساسي؟ اي ان شاء الله الفوز. ان شاء الله الفوز. يعني اجابات قويه إن شاء حقيقه الله. ان شاء الله. يعني الموز لو مغيرها ممكن كان ممكن تصعد. المهم خلينا نشوف السؤال الخامس اللي ما جاوب عليه عبد الجبار. السؤال الخامس يقول: مكان فيه الكثير من العشب. قلت حدائق عامة. واحد وثلاثين نقطة رايد، أنت واحد وثلاثين نقطة، واحد وثلاثين نقطة. يعني خلصت منهم، خلصت منهم، خلصت. أنا كنت أتوقع همنا ما راح يفوزون بأسئلة السرعة وهم راح يرجعوا لي، قلت يا ربي هاي شلون. بس يلا أجمل ما يمكن أنه فازوا وجاب فوز محقق وعد بخمس أسئلة، جاوب عليها خمس أجوبة، وصلت إلى 201 نقطة. فألف ألف مبروك العشرة مليون دينار عراقي. ألف ألف مبروك. احنا نقول طبعا نتمنى دائما انه عوائلنا العراقية ان تكون في هذا المستوى من الحرص ومن المواصلة ومن الحماس ومن الطاقة الإيجابية والتكاتف وفي نفس الوقت التضامن. ايضا معاها سرعه البديهيه والملاحظه الذكيه، هذه كلها اهلت عائله الحسن، عائله الحسن انه ان تصل الى هذه الجائزه. اصرار جميل، وعد وعد. انت شعورك شنو الان وتاخذ العشرة مليون دينار بهذه الاجوبه اللي حققت لك النجاح؟ كلش فرحان، كلش فرحان والله، كلش فرحان. مبروك مبروك مبروك. هاي العشرة مليون دينار لعائلة الحسن اللي استحقها بالدرجة الأولى. وعد وعد اللي جاب كل النقاط. مبروك 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 جبار. مبروك مبروك مبروك. جبناها وجت ويانا هذا ملعب ذاك ملعب.